أمنية أحمد 18 4 وزوجها 30 واحد. آه 18 4 هي آه برج الحمل. حمل راح عند الثور وهو 30 واحد. أيوه. آه خلينا نقول إن هي ذكية جدا يعني لأن هي حمل وثور. أوكي؟ هي حد ذكي جدا بيشغل دماغه أول بأول. هو 30 واحد هو يعتبر آه هو دلو بس هو ياخد من الجدي. هو تحس إن هو طفل كبير. يعني الدماغ هي لان هي 18 4 هي الحمل والطور مع بعض دماغها ذكيه جدا بس هي أس... هي اقوى منه هو طفل كبير بيتعامل مع طفل اوكي طب هو ده يعتبر عيب يا سامي لما تبقى الست مثلا مخها كبير وبتعرف تفكر كويس و... و... والرجل معتمد على الله ثم عليها في كل شؤون البيت بقى في في الولاد في كله هل ده بيبقى عيب قوي ولا ممكن الحياة تمشي؟ أه والله لسه قبل ما اجي وانا في الطريق قابلت كده حد أه مدام يعني وجوزها انا معرفهمش مش فهي لي أنا عارفاكي يعني بتاعة الابراج وكده فمع مدام هالة بشوفك هي برج العقرب وجوزها الطور بس هو في اربعه هو في اخر الطور فلسه كانت اول فبتقولي قولي حاجه قلت لها انت شخصيتك قويه وانت الليدر وانت البيت وانت الدماغ قالت لي ما تقوليش كده قدامه بيزعل وهو كان بيضحك اوكي آه. فهي الدنيا مش مش كده بقى في رجاله بتبقى بتمشي ده عادي وفي رجاله ما بتقبلش بده بس خلينا نقول لما الست تبقى كده المفروض ان هو يفرح يبقى هي كيربي على بيته وعلى اولاده ان هي تبقى كيربي وان هي طبعا. محوطه وذكيه وبتعمل حاجات حلوه وبتكبر الدنيا كلها وبتطلع اولاد كويسين وتربيه كويسه اكيد الراجل متهيالي المفروض ان لما يتجوز واحده ذكيه المفروض يحمد ربنا لا دول بيقولوا مقوله غريبه جدا ان الراجل يحب الست الغبيه لا عشان مش هتبقى فاهمه كل حاجه او تقفشه <applause> لا علي. ما هقول لك على حاجه او عشان كما. يعني يستعرض يعني عضلاته بصي عليها. يبقى الراجل اللي يفتكر ان هو اذكى من الست حتى لو هي فهمها على قدها دايما ربنا ما بيديش كل حاجه بس لما بتكون الست ضعيفه ربنا بيخلي احساسها عادي يعني الست لو مش ذكيه قوي ربنا بيخلي احساسها بيبقى عالي. ما مش كله هيبقى مفيش. فهتلاقي الست اللي مش ذكيه شويه هتلاقي ربنا مديها احساس بتحس اكتر من الست الذكيه. فلو هو حتى عمل حاجه مش لطيفه او كذب او حاجه هي تحس. هتحس من غير ما تقعد تدعم من سورة مش محتاجه ذكاء. ما هو ربنا بيدّي بيوزع كل حاجه آه. لازم يبقى موجود عندك كل حاجه بس ايه إنتي ربنا جابلك لك مثلا الذكاء مثلا جابولك في تفكيرك آه واحده تانية ربنا هيديها مش مش الذكاء الزك... في احساسها او الاحساس العالي فلازم كلنا يبقى عندنا كل الحاجات بس إنتي عندك في الذكاء هنا بالظبط فلازم طالما واحده ذكيه هتلاقيها بتشغل دماغها زياده زي... زي... عن اللزوم اه عشان هي ذكيه بتشغل احساسها في اللي هي بتشوفه لكن هنلاقي الست اللي هي مش ذكيه شويه ربنا مخلي احساسها عالي جدا عشان ما ينفعش يبقى في حد اقل من حد كلنا زي بعض